مشاهدينا الكرام، معنا على الهاتف من مدينة غازي وعنتاب التركية الكاتب والباحث والسياسي الأستاذ حسن النيفي. أهلا بكم أستاذ حسن. بداية، تباطؤ ملحوظ لتقدم قوات النظام وميليشياته في محافظة إدلب بعد أن وضعت تركيا ثقلها في معارك إدلب وقتلها للعشرات من عناصر النظام، هل المعركة التي أطلقتها تركيا مع فصائل المعارضة قد تغير في مجرى المعارك، لا سيما بعد أن تمكنت من طرد النظام من بلدة النيرب بريف إدلب؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. بالفعل يعني يشهد المسار الميداني انعطافة لعلها تكون هي الأولى من نوعها، ذلك أن تركيا لم تعد تحارب بالوكالة كما كانت سابقا، أي أنها تدعم الفصائل المقاتلة، وإنما الآن يبدو أنها بدأت تقاتل أصالة إن صح التعبير، وذلك من خلال يعني التمهيد المدفعي الكثيف الذي تمهد به لتقدم فصائل المعارضة، وخاصة بعد أن أقدم النظام على استهداف جنود أتراك بلغ عددهم 13 وأصيب حوالي 40 مقاتل أيضا تركي. يبدو المعركة الآن أصبحت تمس هيبة دولة تركيا فضلا عن مصالح تركيا المعروفة، إلا أن هذا التصعيد العسكري الذي نراه على الأرض ربما طرفان، يعني روسيا وأنقرة ربما لا يريدان أن يذهبا بهذا التصعيد إلى مداه الأقصى، لذلك أبقيا الباب مواربا على المساعي الدبلوماسية. لذلك اليوم على الرغم من التصريحات والمواقف الحادة التي أطلقها الرئيس أردوغان في خطابه اليوم، إلا أنه بنفس الوقت هناك وفد الآن من أنقرة يقوم واعترضت روسيا بشدة على هذا التصريح. نعم هي اعترضت بشدة، ولكن يعني كما نعلم السياسة التركية المتبعة الآن يعني الموازاة الكاملة بين الدبلوماسية وبين حيازة القوة على الأرض. لكن أستاذ حسن، يعني ألا ترى أن إعادة النظام نظام بشار الأسد لتكرار هجماته وضرباته أو استهدافه للأتراك، ألا ترى أنه ربما يحرك من قبل الروس؟ يعني ألا ترى ربما أن روسيا لديها أو لها يد في عمليات تحرك النظام وتجرؤه على أن يضرب تركيا بهذه الطريقة؟ صحيح، هذا بالتأكيد، والنظام لا يستطيع التصرف بمفرده، بل هناك يعني قوتان تتحكمان بتوجهاته، لعل القوة الأبرز هي روسيا ثم بعد ذلك إيران. بالنسبة إلى بوتين، يبدو أنه يعني وصل إلى درجة لم يعد يحترم فيها الشراكة، هكذا دعنا نقول، يعني إذا كان ثمة شراكة بين تركيا وبين موسكو لم يعد يحترم تلك الشراكة. حتى وسائل الإعلام الروسية منذ يومين تتحدث وتسمي القوات التركية هي قوات احتلال، شأنها شأن القوات الأمريكية، وتطالب بخروجها. ربما أدرك الأتراك متأخرين أن بوتين حتى إذا استطاع أن يستولي على مدينة إدلب سيطالب الأتراك بالانسحاب من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. ولعل العبارة التي قالها جيمس جيفري للمسؤولين الأتراك، ألم نقل لكم بأن بوتين أو روسيا لا يثق بها، فيها الكثير من تحمل الكثير من المعاني، وما يشعر به صراحة ما يشعر به المسؤولون الأتراك اليوم هو الخذلان الكامل، الخذلان مع شريك كانوا ربما للأمس القريب يعتبرونه شريكا استراتيجيا ربما. أستاذ حسن، بهذه النقطة إذا سمحت لي، وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر طبعا زار أنقرة وتحدث مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول تطورات الأحداث على الأرض السورية، هل روسيا يعني دعنا نصفها بأنها ربما يعني مغفلة إذا صح التعبير لكي تفرط بشراكة مهمة مع تركيا في سبيل الحفاظ على نظام بشار الأسد، وتدع تركيا يعني تحاول الولايات المتحدة أن تتقرب منها وتستغل هذه الفرصة، طبعا فرصة ذهبية أن تكسب تركيا في هذه المرحلة؟ يعني هل روسيا
لديها الرغبة أو المقدرة أن تفرط بعلاقتها الاستراتيجية مع تركيا في سبيل الحفاظ على نظام بشار الأسد؟ لا أعتقد أن المسألة هي تتعلق ببشار الأسد فقط. صحيح أن صراع المصالح بين تركيا وروسيا هو يجري على المسرح والأرض السورية، ولكن المصالح هي خارج سوريا أيضا. يعني نعلم بالزيارة التي قام بها منذ أسبوع السيد أردوغان إلى أوكرانيا، وكرر من هنالك بأننا نرفض رفضا مطلقا ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ويعني أيضا صرح بأنه سيرفع حجم المبادلات التجارية مع أوكرانيا إلى 10 مليار دولار. هناك الخلاف القائم في ليبيا، ثم حتى على الأرض السورية هناك الخلاف القائم شرق الفرات. نعلم أن الروس هم من استبق وتدخل ونشر قواته في تل تمر وعين عيسى وعامودة، وقطع الطريق أمام التمدد التركي شرق الفرات التي كان يريد أن يصل حتى حدود المالكية. إذن هي جملة من المصالح بين الطرفين، مصالح متشابكة وليست هي مسألة إدلب فقط. شكرا جزيلا لك أستاذ حسن النيفي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية.